أخرج الإمام مالك في الموطأ من طريق أبي السائب عليه رحمة الله أنه أتى أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في بيته وكان يصلي، قال: فجلست عنده، قال: ثم رأيت شيئا يتحرك تحت سريره. شاف له حاجة بتتحرك وهي حية، يعني الثعبان ولا الدابي اللي بنعرفه نحن ده. قال: فقمت لأقتلها. قام شال له حاجة دار يقتل الثعبان الذي ظهر تحت السرير. قال: فأشار إلي أبو سعيد أن اجلس، قال له مكانك. وهذا يا أخواننا فيه من الفقه أن الإنسان داخل الصلاة يشير بيده إذا كانت هنالك حاجة. مثلا لو سلم عليك زول، أنت بتصلي، سلم عليك زول، أشير عليه برد السلام، عمل له بيدك كده، ما في حاجة في الصلاة. إذا طرق الباب طارق، أنت قريب من الباب بتصلي، في زول دق الباب وأنت قريب منه، تمشي تفتح الباب وترجع صلاتك. إذا كانت الحركة قليلة، النبي عليه الصلاة والسلام طرقت عليه عائشة الباب ففتح، ما في حاجة برضو بجوز. أو ما يلحق بالعقرب، أي حشرة مؤذية أنت شايفها ماشي على زول، أو ماشي عليك أنت، أو ماشي على إنسان نائم في الدار، لك أن تقتلها وأنت في الصلاة، ما تعمل فيها خاشع. والصلاة دي ما بيعملوا فيها أي حاجة، بتطقك بتكتلك، أصلا ما تعمل فيها خاشع. أنت من الخشوع ذاته بل من التيسير في الدين أنك تفعل هذه الأشياء، تقتل الحية، تفتح باب، زول أشار لك. بل ذهب أهل العلم في باب التيسير كما نقل الإمام البخاري تحت باب إن الدين يسر، لأن الناس اللي ما بيعرفوا الفقه في الدين الصحيح بيشددوا عليك الدين وبكرهوك الدين ذاته بالتشدد، لأنه ما عنده فقه. أن أبا برزة الأسلمي صحابي قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم كذا من المعارك، وشهدت معه كذا من الأسفار. فذات يوم كان يصلي، قالوا: فانحل فرسه، الفرس بتاعته انحلت من الحبل بتاعه. قال: فتبعها أبو برزة الأسلمي في الصلاة، وقف الصلاة، بار الفرس بتاعته ومسك بعقالها الحبل بتاعها، مسكه وجاب بقى ماسكه في يده وكمل صلاته. فسئل أبو برزة، واحد من الناس اللي ما عندهم فقه في الصلاة وما عندهم معرفة، قام قال: شوف أبو برزة بالله صحابي بيعمل كده، بيبطل فرس وهو في الصلاة. قال له: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم المعارك، وشهدت معه الأسفار، ورأيت من تيسيره في الدين ما يفقه منه هذا، وده من فقه الصحابة. قال له: أنا شفته والدين ده يسر والمسائل دي فيها تيسير. انت قال له: ما فاهم الحاصل صاحب، وأنا صحابي في النهاية، انت ما صحابي، وأنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم، انت ما شفته. وبالتالي أي إنسان يا أخواننا عنده فقه في الدين صحيح بيتعامل مع والدين يسر، يتعامل مع الدين بفقه التيسير ما بفقه التشدد. أنت عارف مرة واحد بيحكي لي، قال لي: أنا في الصلاة مرة كده اتحكى، مرة صلحت طاقته، فقام قال لي واحد جنبي بيقرص فيني كده في كراعي نظام مزح، وقف ساي انتهيت من الصلاة. ده قال اتلفت عليه قال لي: يا أخي أنت صلاتك دي باطلة. باطلة ليه؟ تتحكى. قال لي: ما هي كل مرة بتتحكى في شنو؟ يا ناس ما اتحكى في الصلاة يعني؟ وأنت ما فاهم الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يشاد الدين أحد
إلا غلبك. أنت الدين ده بتمسكه بغير الطريق الصحيح بتزيد في الدين ده بغلبك، ما بتقدر عليه تاني. ولذلك جاء في الفقه عند الصحابة قال: كان علي رضي الله تعالى عنه يقف في الصلاة معتدلا إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده. أنت حك ما في حاجة، يعني في أكولة هنا فماكلاك فكرة عك تخليها زي تمرق من جوا الصلاة بس في الماكلاك دي. يا ربي بتين الصلاة انتهي عشان أتحك هنا، معقول يا أخ؟ الدين يسر. فلذلك هنا من الفقه العظيم عند هذا الصحابي أبي سعيد الخدري أشار إلى الرجل، الرجل دار يقتل الحية الداب دار يقتله، أشار له مكانه قال لا يجلس. فلما قضى صلاته قال: يا بني أترى ذلك البيت أو تلك الدار؟ البيت ده قال شايفه؟ قال نعم. قال: إنه كان لرجل حديث عهد بعرس، عريس جديد ده قال لي بيت عريس جديد كان. قال: وذلك الفتى كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، كان في معركة في حصار الأحزاب لما حاصروا المدينة، كان الفتى من المسلمين مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدث عهدا جديدا بأهله، لأنه دائما الزول المعرس جديد ما بيقدر يطول من زوجته، وده ذاته من الفهم الشرعي، أنت متزوج جديد ما بتقدر تطول من أهلك. ومن فقه بعض الناس الواحد أول ما عرس أول ما تزوج يقول لك أنا مسافر، يعني عقد بتاع راعي ولا سباك في السعودية، يا مسلم كده اقعد شوية أنت مع المرأة دي، اقعد حبة، ما بتقدر أنت تسافر وأنت فيك شوق إلى زوجتك لأنه عريس جديد. فذلك الفتى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث عهدا بأهله، ده يرجع يمشي يشوف أهله وتاني يعود إلى المرابطة في سبيل الله. لاحظ الصحابة كانوا بيجمعوا بين العلم وبين الجهاد وبين معرفة الدين المعرفة الصحيحة. فالفتى عاد إلى أهله قال: فوجد زوجته عند الباب. وطبعا هنا تظهر غيرة المؤمن، وانت لما تقرأ السنة والفقه في الدين انت بتتعلم اول حاجة اخلاق العرب واخلاق المسلمين، اخلاقهم عندهم نخوة. لكن انت مرتك اتخيل معاي العريس، شوف هسه الشاب ده عمل شنو، صحابي جليل، وشوف احنا جماعتنا في البلد دي بيعملوا شنو. الواحد عريس بيجيب مرته بيخطها للجماعة برا في الحفلة، تلقاها مكشبة ولابسة أحسن ما عندها ومتزينة، ده بيجيب عاين وده بيجيب بارك له وبيمشي بارك له بغادي، وده بيجيب سلم عليه وبيمشي بسلم عليه بغادي، دي مرته. بعد ما عدى لها أيام بيسموه شهر العسل بيجي راجع، مرته بتكون لابسة خفيف ولحد الركبة برا وعطور وبلاوي، وجاي لها في باب الشارع سايقة من يدها تقول اليزابيث، سايقة وماشي بها في الشارع، فهمت كلامي ده؟ ودي كلها ليست من أخلاق المسلمين ولا من أخلاق الرجولة. أنت مرتك دي خليك حريص إنها تكون محتشمة قاعدة جوا بيتها، تكون محتشمة مستورة. شنو أنت مرتك فاتحة عرض للناس برا، خدها في بترينة بالله، ركبها في بترينة، عامل عرض للأمة أنت شنو؟ فذلك الفتى وجد زوجته عند الباب. قال الراوي: فأخذ رمحه، شال الرمح بتاعه ودار يطعنها، دي مرة جديدة، دي عروس جديدة دار يطعنها بالرمح. فقالت له: على مهلك، المهل، انظر ماذا داخل الدار وستعرف. قالت لك هذا كش، شوف جوا في شنو، انت بتفهم انه انا المارقني جنب الباب شنو، اصبر شوية. فدي الرجولة يا اخواننا، الزول عنده شهامة، انت شنو؟ مرتك انت لاقيها لافة في الشارع تلقاك طالع تضحك، هلا لا موضوعك شنو، موضوعك بتاع شنو يا ناس، وين يا ناس، الله يهديك. في المرحلة تتلمى، مرحلة تنستر، تنستر وتحتشم وتتأدب، ما تمرق الشارع متبرجة قدام الرجال، كويس؟ ف
لما دخل الى الدار قال وجد الحي في بيته، لقى له داب جوا، قال فطعنه بالرمح فقتل الحية واخذها برمحه، شايله في الرمح بتاعه يعني الحربه شايله ومارق بها دار يدعى برا. قال ابو سعيد فسقط الشاب مغشيا عليه، قال فمات الشاب فلا يدرى ايهما كان اول موتا، المات اسرع ياتو ما معروف، الداب الحيه ولا الشاب، ماتوا الاثنين سوا. فلذلك قال فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، طوال الناس كلموا النبي عليه الصلاه والسلام، قالوا له والله الشاب ده جا منك وحصل له كذا وزوجته كلمته وقالت له قتل له حيه هنا ده دابي، والشاب ده مات والحيه ماتت معه، وما عارفين ذات المات اول ياتو فيهم من سرعه موت الشاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وده الشاهد من الحديث كله، قال عليه الصلاه والسلام: ان في المدينه جنا قد اسلموا، ساكنين في المدينه قاعدين، جنا قد اسلموا. قال فاذا لقيتم حيه، الحيه بالذات، لانه اكثر كما قال ابن عبد البر في التمهيد، اكثر ما يتشبه الجان يتشبه بالحيه وبالكلب، اكثر ما يتشبه بالدابي. طيب قال فاذا لقيتموه فاذنوه بالخروج. اذا الحكم المطلوب الان انه انت لو لقيت لك ثعبان في البيت، بس الحكم ده خاص بالبيت، ليست حيات الطريق ولا حيات الخلاء. لو لقيت حيه دابي، لقيته في جنينه، لقيته في مزرعه، في الشارع، في الخلا بره، ده ما عندك معه كلام، ده تقتله طوالي. اما لقيته في البيت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فآذنوه ثلاثا، ثلاثة يوم. تقول لي امرق ولا بتتكتل؟ امرق من البيت ده وتخليه، ما تسأله وما بيسأل وما بضركه، عشان انت ما تقول لي انا وطيب ده لو ما جان وانا كان اتكلمت معاه وخليته يطق الملا مرا ولا طق الشافع ولا كده، لا لا، انت بتتبع السنه ما بضرك شيء، ما في شيء بضرك وانت متبع للسنه، تتكلم معاه. هسه ممكن يجي واحد يقول لك خلاص اي شيء صدقنا، جبت لنا كلام مع الدوابي كمان، جبت لنا كلام يا زول، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اتكلم معاه، قلت لك انا ما عندي معك شغله، ده حديث ونحن بنعمل به، انت ما بتعمل به بطريقتك، تتكلم معاه تقول له امرق ولا بتموت. ثلاثة يوم، لو لقيته قاعد بعد الثلاثة يوم ده ما جان، ده دابي صاحي حقنا، ده قلت له صاحي بعد ثاني ما في حاجة. لكن لو بقى هو جان ما بيقعد بعد الثلاثة أيام، بيطلع طوالي بيمرق بفوت. ده يا اخواننا فيه فوائد الحديث ده، أن الجن يساكنون الناس في البيوت، ممكن الجان يسكن معاك في البيت، خليت بالك معاي. لكن مما بحثت عنه في الحديث ولم أجد عليه جوابا، هل مات الشاب بفعل الجان أم مات الشاب بسبب اعتدائه عليه؟ يعني الموت كان انتقاما من الله لهذا الجان، ولا كان بسبب فعل الجوان، الجوان قتلوه، ولا ربنا اللي قتله انتقاما لهذا الجان؟ دي انا ما لقيت عليها اجابه، لكن على اي حال انت اعمل حسابك، اعمل حسابك. ولذلك العلماء حذروا من انه الانسان يضع الماء الحار على الارض دون ان يسمي الله سبحانه وتعالى. انت اعمل حسابك في البيت، المره لما تيجي تكب الماء مويه حاره تسمي الله عز وجل، لانه قد يكون الجان موجودا. وهذا يا اخواننا فيه ايضا من الفقه ان الانسان يتحرز بالسنه من الجوان. شوف الشيطان ده انت ما بتتعوز منه الا بالسنه، كتاب والسنه. لكن انت لو جيت قلت لي انا بصاحبه، مش في شيطان قاعد هنا؟ بدي غرفه بيجي الغرفه دي، قول اتكل فيها بمزاج، زول سالك ما في، ظبط امورك، ربي اولادك، انا ما عندي معك شغله، انت ما بتقدر تعمل
اتفاقية مع الجوان أصل ما بتقدر. ولهذا قال العلامة ابن كثير عليه رحمة الله قال فإننا لا نرى الشيطان، الشيطان أنت ما بتشوفه. قال ما بترى الشيطان كيف؟ لما يكون على صورته الحقيقية، الجان على شكله الحقيقي أنت ما بتشوفه، لكن لو تشكل أنت ممكن تشوفه. لو تشكل في صورة كديسة، لو جاك في صورة ثعبان، في صورة كلب أسود أنت بتشوفه، أما على صورته الحقيقية أنت ما بتشوفه. فالعلامة ابن كثير قال فإنا نستعيذ من الشيطان الذي لا نراه بالله الذي يرى الشيطان والشيطان لا يراه. ده معنى كلام ابن كثير. أنت ما بتشوف الشيطان، تتعوذ من الشيطان بالله، لأنه ربنا سبحانه وتعالى يرى الشيطان والشيطان لا يرى المولى سبحانه وتعالى. أنت ما تتعوذ منه، لكن لا بتقدر تعمل معه اتفاقية، لأنه ما بيتفق معاك شوف الشيطان، لا يتفق معاك إلا بمقابل، والمقابل هو الكفر بالله سبحانه وتعالى. بس تكفر بالله، شكد ربنا سبحانه وتعالى قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. شيطان مقابل بتاعه تقدر منك قروش، ما محتاج لقروشك دي، تقول لي برقعه ترقعه شنو، ما محتاج لقروشك، أصل قروشك دي ما عنده معنى.